نشكر مهندسين ولاية تلف اللي أفادونا بهذا الممر الضخم، ممر التعقيم الضخم هذا ذو الجودة العالية وجودة عالمية. الفائدة فيه هو أنه يتم التعقيم بصفة كلية للشخص الذي يدخل أو يخرج، سواء يكون مريض ولا بيرسونيل. الفائدة الثانية هي الضخامة تاع الممر هذا، تستطيع تعقيم فيه حتى السيارات وحتى الأجهزة الضخمة اللي تدخل ولا تخرج من عندنا. الفكرة هذه كانت طرحت على مستوى الإدارة منذ حوالي 10 أيام، وإحنا ما كان علينا كإدارة إلا أن نبسطوا إجراءات الإدارية ونسهلوا الأمور، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه بادرة خير للمبادرات أخرى، وإن شاء الله تعمم مثل هذه المبادرات على مختلف مستشفيات الولاية بإذن الله.